حياتنا. ربنا حطنا في المكان ده في الزمان ده لقصد ولمشيئة. الكنيسة اللي هتاخد قوة الروح القدس ولا تكتفي، دي الكنيسة اللي ترى الآيات والعجائب. صلاة تأثيرها وقوتها مرتبطة بأن يكونوا بنفس واحد. انتوا داخلين على زمن ان انتوا تروا اعمال الروح القدس من خلال الكنيسة. انا بصلي لاجل اطلاق، لاجل يا رب مسحة جديدة، لاجل سكيب من الروح القدس يا رب على الجميع يا رب النهاردة في اسم الرب يسوع. يا كنيسة اوعي تبطلي انك تطلب المطر ولا النهضة ولا البركة. كل مرة صلت الكنيسة وصرخت امام ربنا حصل زلزال، موجة من الزلازل. النار اللي جوانا دي نار اقوى مننا، دي نار اكبر مننا. اسكب روحك يا رب على المحتاجين والغلابه، اسكب روحك يا رب، اسكب روحك يا رب. زلزلها لغايه لما تتفتح كل الابواب.